قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وقد رافق جلالته أيده الله خلال الزيارة اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي. وخلال لقاء جلالته بعدد من كبار الضباط رفع الجميع لجلالته أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد، وقد بادلهم أيده الله التهاني بهذه المناسبة المباركة مشيدا برجال قوة الدفاع البواسل وبما يبذلونه من جهود سامية لحماية وطننا العزيز ومسيرته الحضارية ووحدته وما حققه من مكتسبات وطنية شاملة. كما أثنى رعاه الله على العمل الجاد المثمر والتنسيق والتعاون المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني لما فيه خير الوطن والمواطنين، معربا عن اعتزازه بتشرف رجال قوة دفاع البحرين البواسل بالوقوف صفا واحدا مع أشقائهم الشجعان من القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومد يد العون والإغاثة للأشقاء في اليمن العزيز. كما أشاد جلالته حفظه الله بالنتائج المثمرة التي أسفر عنها الاجتماع 12 للجنة الوزارية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي عقد في القاهرة يوم أمس، مؤكدا جلالته حفظه الله أن البحرين تتطلع دائما بأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، متمنيا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة الدفاع دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم النبيلة.